مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال بتدخل النهاردة أو بتحتفل بإعلان نتائج المسابقة في الدورة الخامسة. إحنا بدأنا في 2020 بعد اجتياح فيروس كورونا للعالم كله، واتقفلت طبعا بيوت كتير وباب رزق الستات، خاصة السيدات المعيلات وستات الجمعية اللي احنا بنرعاهم من أهم الفئات اللي أديرت من فيروس كورونا. أنا فكرت لأن أنا بحب فكرة المسابقات لأنها بتودينا لكنوز مصر الحقيقية، الناس المواهب الحقيقية اللي بتشتغل على الأرض وبتفكر وبتبدأ وبتكبر فكرتها. فأنا فكرت أن أنا أدور على رائدات الأعمال، لأن رائدات الأعمال عندهم مشروعات صغيرة عارفين يدوروها وعارفين يعني يربحوا من مشروعاتهم. قلت أن ده الباب اللي ممكن أعالج بيه مشكلة الأبواب الرزق اللي اتقفلت للستات اللي بيعولوا أولادهم وأطفال الجمعية وسيدات الجمعية. وبالفعل من أول دورة من 2020 نجحت الفكرة جدا، وظهرت مواهب مصرية من كل محافظات مصر. يعني الدورات كلها هتلاقي الفائزين مش من القاهرة بس، هتلاقي من كل محافظات الجمهورية. وده بيؤكد لي الحاجة اللي أنا متأكدة منها، أن مصر مليانة مواهب عايزة اللي يدور عليها. فأنا بدور على المواهب دي من خلال مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال لسببين. أولاً عشان أشجع الستات دول اللي قدروا يحولوا أحلامهم لحقيقة على الأرض ومشروعات نجحت واستمرت، وفي نفس الوقت بدرب أو بمكن الستات بتوعي بتوع الجمعية من خلال رائدات الأعمال دول إن هما بيدربوهم على الحرف اللي بيشتغلوها وبيشغلوهم. يعني بعض رائدات الأعمال دي بتشغل السيدات اللي بتدربهم معاها في الحرفة بتاعتها، وبعضهم بيدربوهم وإحنا بيشتغلوا بقى بعد كده معانا في الورش الإنتاجية بتاعة الجمعية. شايف مع حضرتك النهاردة صندوق الخليجي للتنمية، العربي الخليجي للتنمية، كشراكة ولا كراعي للقصة كلها؟ والله هما طبعا أكفند، أنا حصلت على جائزة أكفند كجمعية، جمعية أطفال السجينات 2019، وهم يعني مستمرين معانا في دعم الجمعية في من خلال مشروع حياة جديدة. مشروع حياة جديدة بيمكن يعني بيركز على تمكين النساء، إن هما بيفتح بيوت للستات دول من خلال إيه؟ مش من خلال إن احنا بندي إعانات، لأ. يعني أنا غير مؤمنة تماماً إن أنا أدي إعانات، أنا أعلم يعني أعطني سنارة وعلمني كيف أصطاد. هو ده الشعار بتاع الجمعية وده اللي أنا مؤمنة به، لأن الإعانات ده أولاً دي إهانة للإنسان. يعني هو الشخص الوحيد اللي من حقه إنه ياخد إعانة هو الشخص الغير قادر على العمل أو الغير قادر على لكن دول بنعمل لهم إعانات فعلا، اللي هم مثلا مسنين اللي هم عندهم عجز ما يقدروش يشتغلوا، لكن حتى الستات اللي عندهم أمراض بنشغل بناتهم اللي بيتدربوا بيشتغلوا وبيعولوا الأسرة. فصندوق أكفند أو صندوق التنمية الخليج للتنمية هو بيساعدنا في هذا المشروع، مشروع حياة جديدة لتمكين النساء والأطفال كمان، عن لهم برامج علشان يتجاوزوا الوصمة الاجتماعية، لأن الوصمة السجن بتقف حائل دون أن الطفل ده يبقى طفل طبيعي في المجتمع. إحنا من خلال برامج تأهيل بالفن، يعني مش التأهيل النفسي التقليدي، لا، إحنا بنأهل بالفن. أنت شفت النهاردة الأطفال بيتعلموا الكشافة، عندنا أطفال الكشافة ده خلاص دلوقتي بقوا حاسين إن هم عندهم ملكة القيادة، عندهم ملكة الاعتماد على النفس. فإحنا الحمد لله يعني المشروعات بتاعتنا كلها ماشية بالتوازي لخلق منظومة متكاملة للتعامل مع فئة صعب جدا التعامل معها، وهي فئة السجينات السابقات اللي المجتمع كان قبل كده الحمد لله بيرفضهم، دلوقتي أصبح بفضل جهد سنين طويلة ما بيرفضهمش وبدأ يتقبلهم وبدأوا يدخلوا يندمجوا جوه منظومة المجتمع كمواطنين طبيعيين جدا. يعني